ونستقبلوا احد جميلات الشاشه المغربيه ايضا، واللي ما كاينش ما تعرفهاش في المغرب الصغير والكبير، هي احد نجمات الاخبار بالمغرب. رحبوا معايا بناديه المدن. الله. مساء الخير ناديه، مرحبا بك. مرحبا. سنة سعيدة. بارك الله فيك. تفضلي، مرحبا بك. لالا نادية طبقت الشارع الإسلامي، بدأت باليمين من بعد اليسار. أكيد. مرحبا بك نادية. شكرا. وسعداء تكوني بيناتنا في هذه الاحتفالية الجميلة. وشكرا على الاستضافة، وسعيدة بدوري لحضور برنامج تغريدة، وسعيدة بهذا الجمهور الرائع كذلك. بارك الله فيك. وفرحانة كنتواجد مع فنانة كبيرة، هي سعيدة شرف. لشرفات المرأة المغربية. شكرا. زميلة سابقة. زميلة سابقة. لشرفات الأغنية المرأة المغربية والأغنية المغربية. شكرا لك. بكلماتها وبحضورها المتميز، بطاقتها الفنية المتميزة، كنتمنى لها المزيد من التألق في مسيرتها الفنية. شكرا. شكرا. أنا اليوم جد سعيدة لأن تغريدة اليوم هي تغريدة خاصة وكانت أجمل بحضور جميلات مغربيات من مختلف المجالات. شكرا لكم لانكم مصدر فخر لنا. كيجمعنا ميدان سابق للصحافه. اكيد اكيد. ناديه المدن اليوم حاضره معنا، ما كتخليكش توحشي ترجعي للصحافه؟ والله العظيم وانا كنفتخر بها. اول حاجه وعندها واحد الميزه قويه اللي الصوت، كيعجبني يعني رنه الصوت ديالها. ما يمكنش تسمع الصوت وما تعرفش بلي ناديه. ما تعرفش شكون ناديه المدن. ناديه المدن 2016 كانت سنه جميله بالنسبه لك. 2016 بكل ما حملت من مسرات ومن مجموعه من المشاعر المختلطه، كنتمنى تكون السنه الجديده المقبله 2017 في الخير ومزيد من المحبه ومزيد من السلام للجميع. اولا الزملاء بالشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير في قسم الاخبار باش يوصلوا الخبر للجمهور المغربي، لكل بيت مغربي، وكنتمنى تكون مليئه بالمحبه وبالسلام ومجموعه من المسرات. امين يا رب. ان شاء الله. وتحياتي للبنيه ديالك اللي كنا معنا في الكوليس، سنه سعيده لها ان شاء الله. الله يخليها لك. الله يبارك فيك. وتكون سنه 2017 تكون فيها الفرحه، سورتو ليك سعيده شرف، تكون ان شاء الله مليئه بالفرحه وبكل الناس المغاربه تكون. حتى انت عرفتي في حدث كبير انه تزاد فيها ابنك؟ لا بسام. غوكو بسام. ان شاء الله يا ربي نتمناه وتدخل بالصحه والسلامه 2017. قررتي انك ترجعي لجمهورك سعيده شرف. أكيد. 2017 اشنو غادي توجدي لي باش تتوعديه؟ كاين جديد عندي بابا سلام، اغنيه جديده كتغنى بالمراه المغربيه من طنجه للقويره، ومجموعه من الاغاني غتكون مفاجاه يعني على شكل اللي كتبغيني ولا، والاغاني اللي عجبت الجمهور، وكليبات يعني جوج كليبات ان شاء الله غيكونوا. ان شاء الله ان شاء الله نرجع للجمهور. نتمنى انها تكون سنه مليئه بالنجاحات ليك والعائله ديالك ولجمهورنا كذلك ولكل مغاربه ان شاء الله. ناديه المدن تستمتعي كيف ما كل مغاربه ملي تسمعي سعيده شرف وهي تتسافر بينا من لون للون غنائي اخر؟ اكيد بالصوت كيف ما ذكرت قبل قليل، بالصوت ديالها المتميز وبالحضور وبالكلمات وبالزي ديال المراه الصحراويه اللي كيشرفنا كثير، وطبيعه الحال الكلمات ديالها اللي كتلامس التراث المغربي الاصيل، يعني شرف كبير اننا نستمتع بسعيده شرف. شكرا. شكرا لانكم جميلات ونورتونا في حلقتنا الخاصه.